وادخلي جنتي. صدق الله العظيم. يصعب في كلمات قصيرة ذكر مناقب سي محمد نوبير الأموي. أنا من الجيل اللي لما التحقنا بصفوف الجامعة المغربية سنة 78 واكبنا من موقعنا كحركة طلابية آنذاك في الاتحاد الوطني لطلبة المغرب حدث تأسيس ديال الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، و أتيحت لنا فرصة فيما بعد شخصيا إلى الانخراط داخل صفوف الكونفدرالية الديمقراطية للشغل خلال مرحلة مهمة. ومن طالع الصدف أنه بعد تحملي للمسؤولية داخل وزارة التشغيل والتكوين المهني أن يكون أحد محاوري هو السي محمد نوبير الأموي، الذي كان محاورا حقيقيا جديا ومسؤولا وطنيا، له واحد الغيرة على وطنه لا تتصور، بقدر ما يدافع على مصالح الطبقة العاملة ومركزيته النقابية الاتحاد الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بقدر ما كان يستحضر دوما المصالح العليا للوطن، رحمة الله عليه. استاذ شعيب، الكونفدراليه الديمقراطيه للشغل تدير واحد اللحظه وفاء للزعيم ديالها نوبير الاموي، اش تمثل لكم هذه اللحظه؟ هذه اللحظه تمثل اننا مستمرون، وان القيم والمبادئ التي عاش عليها وناضل واعتقل عليها نوبير الاموي، الذي هو يمثل ايضا لحظه من لحظات تاريخنا في شخصياته التي نعتز بها، أننا مستمرون وأننا نحمل نفس المبادئ وسنطورها من أجل مجتمع حداثي متقدم متحرر. هل روح الأموي ما زالت يعني تطغى على الكونفدرالية الديمقراطية للشغل؟ روح أي المبادئ والقيم التي أسسها، وهي نفس القيم التي كان يؤمن بها المهدي بن بركة وكل رفاقه، هي التي يتم توارثها. الأموي كان منفذا بروح إبداعية ومغامرة وجرأة لم تكن لتتوفر في غيره، بالإضافة إلى رفاقه وأصدقائه من رجال ونساء الكونفدرالية الذين يحملون نفس المبادئ والقيم. اليوم كنخلدوا الذكرى الأربعينية ديال فقيدنا الكبير، فقيد الطبقة العاملة وفقيد الوطن نوبير الأموي، اللي هو رمز ديال المرحلة السياسية، رجل اللي وسم التاريخ الاجتماعي والسياسي بلادنا بفكره بنضالاته وبحضوره الدائم في كل المجالات. اليوم كنخلدوا الذكرى بشعار ديال الوفاء وبشعار ديال على العهد باقون، وكنأكدوا على أن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل غتستمر على نفس النهج كفكرة تأسست سنة 1978، والأخ الأموي كان فاعل أساسي في التأسيس، والربط الجدلي بين النضال الاجتماعي والنضال السياسي وقيادة الطبقة العاملة من موقعها الطبقي لخوض النضال من أجل الديمقراطية ومن أجل العدالة الاجتماعية، هذه الفكرة الأساسية التي تلخص هذا البديل النقابي التاريخي. اليوم كنأكدوا أنه سنستمر على عهد الأخ الأموي اللي حضوره كان كذلك على المستوى السياسي من خلال تصريحاته ومن خلال مبادراته للدفع بالنظام السياسي نحو المزيد من الديمقراطية. كان كذلك الفكر القومي والفكر الوطني حاضر عند الأخ الأموي، دافع القضية الوطنية وعلى وحدة ترابنا الوطني، كيف ما دافع القضية الفلسطينية كذلك وساند ودعم الشعب العراقي في المحنة ديالو. فكنأكدوا بأنه هذا التعدد اللي طبع الأخ الأموي فكره في ممارسته ستبقى حاضرة في نهج وكاستمرارية لأداء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.